من جديد أهلا بيكم. ما زالت الإدارة الأمريكية تتحدى العالم العربي والعالم الإسلامي منذ أن أعلنت نقل سفارتها إلى القدس العاصمة الفلسطينية القدس المحتلة. أمس تم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للسفير الأمريكي في القدس المحتلة وهو بيفتتح مشروع طريق الحجاج. طريق الحجاج والمشروع اللي بيقال إن هو تم المرور منه مرور الحجاج اليهود من هذا الطريق واللي هيمر مباشرة تحت المسجد الأقصى ما يؤدي بالنهاية إلى تصدع جدران المسجد الأقصى. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيوني بيقول زوجة رئيس الوزراء نتنياهو السيدة سارة نتنياهو حضرت أمس مراسم تدشين طريق الحجاج القديم الذي شق قبل 2000 عام والذي مشى عليه الحجاج اليهود في طريقهم للصلاة في جبل الهيكل بأورشليم. وتم تداول مجموعة من الصور لسارة نتنياهو زوجة وزير أو رئيس وزراء الكيان الصهيوني أثناء هذا الافتتاح أو هذا التدشين لطريق الحجاج طبعا في حضور سفير الولايات المتحدة في القدس المحتل. تم تداول أيضا فيديو للحظة الافتتاح والتدشين. David Friedman is the first. Wow, he's about to knock it down. Oh yeah. إدانات واسعة لهذه الخطوة ومشاركة السفير الأمريكي فريدمان في هذه الخطوة وكذلك الخطوات الاستعمارية اللي بيقوم بها النظام أو حكومة الكيان الصهيوني في القدس المحتلة. الأزهر الشريف أدان إنشاء نفق طريق الحجاج الصهيوني في بيان عبر صفحة الأزهر على تويتر بيقول يدين الأزهر بأشد العبارات المحاولات الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له التي كان آخرها افتتاح الكيان الصهيوني لما أسماه بنفق طريق الحجاج. هاشتاج الأزهر لنصرة القدس. زي ما قلنا إدانات واسعة من منظمات بطبيعة الحال هي غير حكومية لأن الحكومات العربية منخرطة في التطبيع حتى النخاع. وفي الوقت اللي العالم العربي كله غضبان بسبب افتتاح طريق الحجاج زيارة سرية لوزير الخارجية الصهيوني للإمارات تحديدا لأبو ظبي تفضح هذه الدولة خيانة وعمالة وتطبيع. زيارة سرية لم يعلن عنها النظام الإماراتي ولا الحكومة الإماراتية ولكن كالعادة النظام الصهيوني والمسؤولين الصهاينة هم اللي بيفضحوا العرب وبيفضحوا الزيارات السرية واللي قام بيها وزير الخارجية الصهيوني. إسرائيل بالعربي بتقول بالفيديو وزير الخارجية الإسرائيلي في الإمارات أنا منفعل من الوقوف هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل حيال دول الخليج. وتم تداول فيديو أيضا لهذه الزيارة وكلمات لوزير الخارجية الصهيوني من أمام مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية. מול מדינות המפרץ הערביות. הביקור הזה באבו דאבי הוא ביקור חשוב, הדיון בנושאים האזוריים, בקשר בין המדינות. אני שמח לקדם ביחד עם ראש הממשלה את מדיניות הנורמליזציה מתוך עוצמה שמתבססת על היכולות של מדינת ישראל. الإعلان عن الزيارة صحب موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في ورفض واضح وتام لهذه الزيارة وكذلك التطبيع اللي بقت تمثله دولة الإمارات العربية. تركي الشلهو بيقول أرض الإمارات أصبحت مرتعا للصهاينة المحتلين وكرا
لأكبر الخونة المجرمين وزير الخارجية الصهيوني في مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي. أيضا تدوينة تانية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من يمنية حرة بتقول دولة الاحتلال والإرهاب مغتصبين وطن عربي اللي هي إسرائيل، وزرائها رايحين جايين على الإمارات بالزيارات. تقول كمان إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، إن لم تستحي من العرب، إن لم تستحي من المسلمين، إن لم تستحي من نفسك ومن شعبك. أما دكتور خالد مبارك الصيفي بيقول في الوقت اللي افتتح فيه الإسرائيليون نفق ما يسمونه طريق الحجاج في محيط المسجد الأقصى بمشاركة السفير الأمريكي الذي يمثل سياسة حكومته الصهيونية، نرى عواصم خليجية تستقبل وزراء وشخصيات إسرائيلية بكل وقاحة، لا يرضعهم عن ذلك دين ولا مروءة، استفزاز واضح لا تحترم فيه ثوابت الشعوب ولا ثوابت القضية ولا ثوابت العروبة. أما أحمد بن راشد بيقول منعت الإمارات النائبة الأردنية الدكتورة هدى العتوب من البقاء في أرضها وطلبت منها المغادرة فورا، وكانت العتوم عائدة إلى الأردن من اليابان ضمن وفد من البرلمانيين الأردنيين، وهي نائبة عن جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان، ضاقوا ذرعا بالطاهرات. ده كان كلام أحمد بن راشد بن سعيد اللي بيتكلم عن حادثة حصلت أمس أيضا في الوقت اللي إسرائيل و الصحف الإسرائيلية بتحتفل بزيارة وزير الخارجية الصهيوني لمسجد الشيخ زايد في أبو ظبي. كانت حكومة أبو ظبي وحكومة الإمارات تمنع بقاء النائبة الأردنية هدى العتوم والمشهورة طبعا بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية، تمنعها من الوجود في الإمارات ولو لليلة واحدة بحجة أنها شخص غير مرغوب فيه. أخيرا وائل محمدين بيقول مع بداية صفقة القرن وموافقة الخونة العرب على بيع فلسطين بل والتفريط في الصهاينة إنشاء نفق طريق الحجاج تحت المسجد الأقصى، طبعا جامعة الدول العربية، طبعا بيقصد جامعة الدول العربية، لا حس ولا خبر، ولكن أسعدني بيان الأزهر، أسعدنا كلنا بيان الأزهر واللي رفض بعبارات قاطعة وواضحة هذا العمل ووقف إلى جوار القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ما زلنا مع مقاومة الكيان الصهيوني، لكن بعد الفاصل وخبر أحزن ملايين المصريين.